إذن مرحبا بكم في الجزء الثاني من درس الأعداد العشرية النسبية لمستوى الثانية إعدادي. إذن في هذا الجزء هذا غادي نشوفوا العمليات الحسابية على الأعداد العشرية النسبية. إذن نبدأ أولا ببعض الخاصيات المهمة في الأعداد العشرية النسبية. ألور أ و ب و ك أعداد عشرية نسبية، هذه خاصية رقم واحد. ألور لدينا، ظهرت عليكم، إذا كان عندي ك في أ زائد ب كتساوي ك في أ زائد ك ب، كتشي راه معروف ديجا كنا كنخدمو به. وإذا كان ك في أ ناقص ب كتساوي ك في أ ناقص ك في ب. يعني هاد الأمور بسيطة جدا كنحسبو بها يعني بسهولة ياك. ملي كنديرو واحد العملية حسابية دائما الترتيب ديال الرموز كنبداو الأسبقية يعني الرتبة الأولى كنعطيوها الأقواس، الرتبة الثانية ثم يليها بعد ذلك الضرب أو الخارج، وبعد ذلك في الرتبة الثالثة كاين الناقص أو لا الزائد. غنعطيكم بعض الأمثلة باش نفهمو أكثر. إلا خدينا هاد الرقم هذا ناقص زوج في صفر فاصلة خمسة زائد ثلاثة ناقص واحد زائد سبعة في اثنان ناقص خمسة مقسوم على اثنان. إذن لو خدينا هذه العملية هذه شحال تساوي؟ دونك هنا نقدر ندير النشر، نستعمل هذه الخاصية وندير النشر. نقدر نستعمل ديريكتومو هاد القواعد ونحسب، يعني عندي الاختيار. ألور إلا درنا يعني طبقنا هاد القواعد، الأسبقية دائما بالضرب، شوف بلاتي عليك، عفوا الأسبقية الأقواس بلاتي عليك، حسب لي داخل الأقواس. صفر فاصلة خمسة زائد ثلاثة هي ثلاثة فاصلة خمسة، صفر فاصلة خمسة زائد ثلاثة هي ثلاثة، كدير تحسب بعدا الأعداد اللي فيهم الفصل، المجموع ديالهم والطرح. شوف الله يرضى عليك، إلا عندك مثلا ثلاثة زائد صفر فاصلة خمسة، ما عندكش بعد الفاصل بعد الرقم الفاصلة كدير الفاصلة ودير الصفرونات، من ما يكونش المهم خص يكون عندك الفاصلة تحت الفاصلة والأرقام مع الأرقام وكدير عليك صفر زائد خمسة خمسة، ثلاثة زائد صفر، وإلا عندك ناقص كدير ناقص نفس الشيء عاود. إلا عندك مثلا هادي تلتاش بغيت تزيد عليها واحد فاصلة خمسة وعشرين مثلا، تلتاش زيد على وحداش فاصلة خمسة وعشرين ولا مية وحداش كدير بحال هكا، مية وحداش فاصلة الفاصلة خاص تكون تحت الفاصلة، هنا مثلا ما عندك والو دير صفر صفر، وهنا دير خمسة وعشرين. المهم كدير عدد الأصفار مثلا كون كان عندك هنايا ميتين واحد وخمسين غتزيد صفر أخر. المهم هنا هاد العملية المطلوب منا نحسبو تلتاش زائد هاد العدد، دونك ندير فاصلة تحت الفاصلة، وهنا كنعمر الأرقام، وهنا نعمر وهنا نعمر وهنا نعمر صايب كنحسب. غنبداو باليسار، هنا واحد هنا خمسة هنا زوج، كنحط الفاصلة. إذا كان الاحتفاظ كندير الاحتفاظ ثلاثة والواحد أربعة، واحد والواحد زوج، واحد أهو صايب مزيان. مثال آخر باش تفهمو، إلا خدينا مثلا سبعة فاصلة خمسة وعشرين زيدوا عليها مثلا عشرة فاصلة ولا نديرو اثناش مثلا فاصلة تسعة هاكا مثلا واحد وتسعين، هادو إلا بغيت نجمعهم كنزيد دابا هنا فاصلة تحت الفاصلة، أنا نقدر ندير صفر نقدر ما نديروش، أنا على من نزيد صفر باش تجيني نيجا هناك باش نقدر نحسب صحيح. حتى أنا إلا بغيت نزيد صفر نزيد صفر قبل الفاصلة على صفر واحد واحد خمسة وتسعة أربعتاش نكتب أربعة نحتفظ بالواحد
جوج والعشرة 12، لأن 9 و 10 12، نكتب زوج نحتفظ بالواحد. الفصيلة كتهود بلاصتها، 7 و 1 8 و 2 10 نكتب صفر نحتفظ بالواحد، 1 و 1 زوج. إذن هذه هي النتيجة. صحيح، احسب الآلة حاسبة وتأكد. إذن أول خطوة قلنا أقواس، إذن نحسب لي في القوس و نرمي راسي. ناقص جوج تبقى في بلاصتها، في داك اللي داخل القوس نحسبه. 3 زائد 0.5 هي 3.5 ياك. ناقص نكتب الاخرين كما هما، ما خسر والو. 7 في 2 ناقص 5 على 2. الخطوه الثانيه اسبقيه للقسمه والضرب. اذا نبداو هادو بحال بحال، سبقت القسمه الضرب ولا قسمه بحال بحال. ناقص 2 في 3.5 هي ناقص، تبقى ناقص لان السالب في الموجب كيعطينا سالب، سالب في الموجب كيعطينا سالب، عقلوا عليها. الموجب في سالب كيعطينا سالب، سالب سالب يعطينا موجب، موجب موجب يعطينا موجب. صحيح، اذا عندي ناقص، نكتب ناقص 2 في 3.5 هي 7. صحيح، درت الضرب، ناقص ما نديروش، 1 زائد ما نديروش، هذه ضرب نديرها، هذه عمليه ضرب، هذه عمليه ضرب، هذه عمليه، هذول اللي نبدا بهم، هذه عمليه قسمه. 7 في 2 14، ثم ناقص 5 على 2 هي 2.5. صحيح، تساوي 7. دابا احسب اللي بغيت، احسب اللي بغيت. ناقص 7 ناقص 1 هي ناقص، نقصت 7 ونقصت 1 عشان نقصت 8 زائد 14. احسب دابا بلات عليا، ناقص 2.5 تساوي ناقص 8 زائد 14. شوف الله يرضى عليكم، ملي كنبغي نجمع، نجمع جوج اعداد عندهم اشاره مختلفه، الكبير هو اللي كيغلب زائد، اذا غيكون موجب، النتيجه غيكون موجب. الفرق بين 14 و 8 هو 6، يعني غيكون 6 زائد 6. صحيح، نعاود لكم، الا خدينا مثلا هذه ناقص 2 زائد 3، شكون اللي كبير؟ 3 اشاره تاع موجب، يعني غيكون الناتج هو عدد موجب. الفرق بين 3 و 2 هو 1، دونك تكون زائد 1. صحيح، الا خدينا مثلا ناقص 7 زائد 5 شنو تساوي؟ الكبير هو 7، إشارة تاعو سالبة، إذا الناتج غيكون سالب. كنشوف الكبير إشارة تاعو الناتج غيكون سالب، 7 الفرق بينها هي و 5 هي 2، يعني ناقص 2. صحيح؟ إلا كانوا بجوج الأعداد سالبة، هذه ناقص 2 ناقص 3، ما كانش في بيناتهم، ما كانش في، هذا راه موجب، النتيجة سالبة، لو كان كانت في تكون موجب، ولكن دابا راه ناقص ناقص. كندير ناقص لأن عندهم نفس الإشارة، ما عنديش مشكل ناقص. وكنجمع زوج وثلاثة خمسة، دائما ملي كتكون نفس الإشارة كنجمع وندير ناقص. إلا عندك مثلا زائد جوج زائد خمسة شنو تساوي؟ زائد زائد، يعني ما عندكش مشكل، كدير زائد، وجوج والخمسة 7. صحيح، دونك هذه هي العملية الحساب. مثلا خدينا مثلا ناقص أو لا زائد خمسة اللي هي 5، ملي كتكون زائد في الأول نقدر ما نديرهاش، ناقص 7 شنو تساوي هذه؟ شكون كبير؟ 7، إشارة نتاعو سالبة كنسبق ناقص، الفرق بين، لأن إشارة مختلفة كندير الفرق، الفرق بين 7 و 5 2، مي تكون إشارة بحال بحال هنا وهنا كندير الجمع، 2 و 3 5، 2 و 5 7. صحيح؟ مي كتكون الإشارة مختلفة بحال هنا بحال هنا بحال هنا كندير الفرق، الفرق بين 7 و 5 2، الفرق بين 2 و 3 1، الفرق بين 7 و 5 2. صحيح؟ واضح؟ وإلا كان مثلا عندك 7 ناقص 2 شنو هي؟ هذه راه باينة ساهلة، هي 5، ولكن إلا استعملنا هذا الشيء اللي قلت لكم في هذا الشيء، 7 هي زائد 7، لأن ملي ما يكونش إشارة في الأول كنديرو زائد، ياك. الكبير هو هو الموجب، هو 7 عنده زائد، يعني تكون النتيجة زائد. الفرق بين 7 و 2 هي 5، إذا زائد 5، صافي؟ يعني الأمور واضحة. إذا هنا ناقص 8 زائد 14، الكبير هو 14، إذا الإشارة غتكون زائد بلا ما نديرها. الفرق بين 6 بين 8 و 14 هو 6. صحيح، مزيان، ناقص 2.5. نفس الشيء، نقدر ندير نفس العملية. الفرق بين، عفوا، 6 وهنا ناقص 2.5 نقدر نحسبها بالعملية، دونك 6 ناقص 2.5، دونك هنا 6 نقدر نكتبها 6.0، دونك هذه هي. صحيح، 6.0، 0 ناقص 5 لا يمكن، نديرو 10 ناقص 5 هي 5، نحتفظو بالواحد هنا. 6 ناقص 2 و 3 و 1 3، 6 ناقص 3 هي 3، والفاصلة نعودها بلاصتها، يعني كتساوي 3.5. صحيح،
إذا نساوي ناقص ثلاثة، عفوا نساوي ثلاثة فاصلة خمسة، لأن الكبير موجب، لقاش ستة موجب، ثلاثة فاصلة خمسة زائد ثلاثة فاصلة خمسة هي ثلاثة فاصلة خمسة. إذا الأمور واضحة هنا. ناخذ واحد المثال آخر، إذا بغينا نحسبوا مثلا هذه العملية، هذه زوج في واحد على زوج ناقص إكس زائد ثلاثة إكس ناقص أربعة في صفر فاصلة خمسة زائد واحد. إلا بغينا نحسبوا هذه العملية هذه شنو تساوي؟ ما خسر حتى شي حاجة، بدا بداخل الأقواس ياك، ولكن هنايا داخل الأقواس واش نقدر نحسبه؟ ما نقدرش، إكس ما معروفش، واحد على جوج ناقص إكس ما يمكنش نحسبها. إذا في هذه الحالة غادي نلتجأ للنشر، نلتجأ للخاصية نتاع النشر. إذا اثنان في واحد على اثنان، هاي إلا كان عندك ك في أ ناقص ب هي ك في أ ناقص ك في ب، يعني اثنان في واحد على اثنان ناقص اثنان في إكس ناقص اثنان في إكس زائد ثلاثة إكس، ثم ناقص أربعة في صفر فاصلة خمسة زائد واحد، خاسرين والو باللاتي علينا. أسبقية لمن؟ للضرب ياك، جوج في واحد على جوج، واحد على جوج هي صفر فاصلة خمسة، صفر فاصلة خمسة في زوج غتولي هي واحد، صحيح؟ واحد، إن حسبها بالآلة الحاسبة، جوج في صفر فاصلة خمسة هي واحد، ولا نختزل جوج مع جوج تبقى واحد، ناقص جوج في إكس هي جوج إكس زائد ثلاثة إكس ناقص أربعة في صفر فاصلة خمسة هي زوج، دونك زوج. شي واحد يقول لي منين كتحسب، منين راه كتجيب هادشي؟ حسب دير هاد العمليات اللي كتعرف، أربعة في الضرب ماشي بحال الزائد والناقص، دير كي بغيت في الضرب، هاكا صفر فاصلة خمسة كدير بحال هاكا. عندك رقم مور الفاصلة، غادي نخلي حتى هنا رقم مور الفاصلة، أربعة في خمسة هو عشرين، إذا نكتب صفر نحطها في الزوج، أربعة في صفر صفر والزوج هي زوج، متفقين؟ دونك عندي رقم مور الفاصلة، إذا ندير نحيد رقم وندير له فاصل. دونك ملي كنلقى الناتج، قلنا ملي كنلقى النتيجة كنشوف شحال عندي مور الفاصلة كنخليهم، دونك جوج فاصلة صفر هي زوج، إذا كتساوي جوج، صحيح؟ هادي هي 4 صفر فاصلة 5 زوج. نعطيك مثال آخر باش تفهم، لأن الهدف ديالنا هو تفهمه ماشي هو ينفوتو. إلا خدينا مثلا جوج فاصلة 25 بغينا نضربوها مثلا في 3، كدير شوف 3 في 5، خاطرك دابا حسب عادي، 3 في 5 15 تعادل 1، 3 في 2 عفوا واحد، 3 في 2 6 و 1 7، 3 في 2 6 شحال مور فاصلة 2 كندير هكا صحيح 6.75، واضح؟ نديرو عملية أخرى، 12.1 في 3.5 مثلا، هكا خسر والو، حسب عادي، 5 في 1 5، 5 في 2 10، كتب 0 نحتفظ بالواحد، 5 في 1 5 والواحد 6، ندير النقطة، عادي ذاك العملية الحسابية تاع الضرب، 3 في 1 3، 3 في 2 6، 3 في 1 3، ندير هكا، 5 3 6 و 6 12 نكتب 2 نحتفظ بالواحد، 3 و 1 4، شحال عندي مور فاصلة؟ عندي 1 2 42 فاصلة 5 3، لأن أنا عندي 1 وأنا عندي 1، دونك هذي في الضرب ماشي بحال الجمع والطرح، أنا شرحت كل شيء، راه شوف هذا الفيديو راه فيه أغلب الأمور اللي كتحتاج. إذا نمشيو نتمو ديال الفيديو ديالنا، ألور كيفاش غادي نحسب هذه العملية؟ الإكسات بوحدهم والعدد بوحدهم، إذا درنا 1 زائد 1 هي 2 ناقص زوج هي صفر، مشات صافي، هادي زائد هادي زوج ناقص زوج صفر، مشات ناقص زوج إكس زائد ثلاثة إكس، ملي كيكون عندي الإكسات نعمل بالإكس، هيا تولي لي ناقص زوج زائد ثلاثة في إكس، وهادي نقدر نحسبها، واحد زائد واحد زوج ناقص زوج صفر، صحيح، ناقص زوج زائد ثلاثة قلنا الكبير هو ثلاثة، عنده الإشارة موجبة، يعني تكون النتيجة موجبة. الفرق بين ثلاثة وزوج واحد، لأن عندهم إشارتين مختلفتين، الفرق بيناتهم واحد، إذا غتكون النتيجة هي واحد في إكس هي إكس،
تساوي 1 في اكس هي اكس، اذا هذه هي النتيجه النهائيه. اذا اقترحوا عليكم تمرين من بعد هذا الفيديو في الموقع وغنكتبوه تماك، حاولوا تجاوبوا عليه ونتلاقاو ان شاء الله في التصحيح. الله يوفقك.